انتم تشوفوا بعدا نشوفوا شجر الزيتون ها هو هذا منطقه فلاحيه. غادي نبداو في قدم صالح ان شاء الله. غادي نتغداو عند واحد السيده ما فضلتها قدامكم موجوده على قبل الكسكسو. البارح خلاتني حتى شي 11 ديال مصيفطه ليا ميساج قالت لي من داك ما تدوزوش عندي تاكلوا كسكسو من عندي عاد سيروا كملوا الطريق لبني ملال. هذا شوف تبارك الله المنطقه كي دايره وان شاء الله غادي تدوزوا معايا هذا الويكاند ونتلاقاو. شوفوا معايا تبارك الله هذا الشيء شحال زوين. وشوفوا دوك الكوديات اللي كيبانوا لكم تما ديال التراب انا غنحكي لكم عليهم واحد الحكايه. هذا واحد الراجل الله يرحمه خلى شي ما عاد شي 60 قطار ولا ما عاد 40 هنايا في هذه الناحيه وخلى الاولاد كتار وبنته وحده في وسط منهم. ديك البنت مسكينه كانت مشات للطليان مشات فحالها ما عجباش تبقى عايشه في الباديه ومشات للطليان. نهار ما تباهم ما دوق السمو الورد خداو هما الاراضي الفلاحيه وعطوها هي دوك جوج قديات راهما قالوا لها انت راك في الطليان ولاباس عليك واش كاين شي حد لاصح عباد الله كيهاجر وكيكون لاباس عليه. الزغبيه ما قالت والو ما قالت حتى شي حاجه شداتهم وسكتات. وما باعوا وشراوا وقضاوا واللي قضاوا واحد النهار ما يعيطوا ليها من المغرب قالوا لها الله يخليك هذوك الكوديات ديالك راه خارج فيهم التراب الاحمر. ورانا السيد اللي اتصل بها قال لها انا داير واحد لابغيكوتري معمل ديال لي بغيك حمرين قال لها الله يخليك بغيت نشري من عندك هذوك الكوديات. قالت له ما يمكنش انا راه الارض ديالي. قال لها لا انا غادي نحيد غير التراب ونخلي لك الارض ديالك. واش غادي نقول لكم ربحات فيها ربحات ديال العدو. هانتوما شوفوا راه مازالين كيبانوا راها كتهز التراب وغادي تبقى لها الارض ارض فلاحيه. والحاصل الورد وما دار في عباد الله والحمد لله اللي ما تخاصمتش مع خوتها هو ربي خلفوا ليها. هانتوما شوفوا تبارك الله الفلاحه كي دايره. شوفوا احنا قربنا لفقي بن صالح غنصور لكم شي شويه بلا ما نكون في الطوموبيل. شوفوا تبارك الله لي شون ا بيغ دو فيو تبارك الله. هانتوما شوفوا تبارك الله راه بدينا في زياتن بدينا في هانتوما هانتوما فقي بن صالح ترحبوا بكم. احنا داخلين دابا نعاودو نتلاقاو القصريه ديالتنا كتوجد. نتلاقاو ملي تسقاو تسالي ايوا بسلامتكم معنا. نتلاقاو ان شاء الله ملي نشدو الطريق لبني ملال. ها هي كسلاح حنا من فقي بن صالح وفي الطريق الى مدينه بني ملال. ان شاء الله نتلاقاو تما. احنا قربنا ندخلو لبني ملال. احنا بدينا في الفيرمات ديال الليمون والزيتون والحامض هادشي كله راه الفيرمات. كنتمنى على الله تكونوا كتشوفوا مزيان هادشي اللي كنشوف. ما نقولش لكم ريحة الزهر. هيا فيرما ديال الحامض تبارك الله. ها هي بني ملال. ها شجر الليمون ها هو فلتات ليا واحد العرصه ديال الزيتون. دايرين الزيتون في الشجر وفي الارض غارسين الفصه واحد الخضوره خياليه. الزيتون البنات احنا وصلنا وسمحوا لي راه وصلنا هذه واحد نص ساعه ولكن كان خاصني نرتب شي امورات وشي حاجات ضروريا ما يمكنش ليا ودابا هاني تلاقيت بكم ما نكذبش عليكم عييت 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 واش دايره من داكشي الخارج. المهم دابا البنات احنا وصلنا ان شاء الله نتلاقاو غدا. اليوم غادي نحبس لكم لا فيديو هنا وغادي نقول لكم خليتكم على خير وإلا تبعتوني الله يعطيكم صحيحتكم. غنقول لكم مع السلامه. غادي نقول لكم مع السلامه ونتلاقاو ان شاء الله. لايكي ولايكي واللي ابوني يفعل الجرس واللي ما شافش الفيديو ديالي يشوفهم من الاول حتى الاخر.